شكرا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من الرباط. لكم مع اب اللي جا بن قرير كيطالب بالانصاف ديالو من بعد ما تعرض للظلم حسب قوله من طرف ولاد عمه اللي خداو له حقه في الارث بلا ما توري الوثائق. خداو لي حقه في الارث ولكن المحكمه صفاتو وتنفيذ ما تنفذش. هنايا يتكلم لنا على يعني السبب اللي خلاها تماطل، وكذلك كيفاش هاد ولاد عمه حتى خداو لي او احتلوا على حقه في الارث، وكيفاش حتى تم نصف الانصاف ديالو من طرف يعني وزاره الداخليه كيف ما صرح لنا، ولكن ما تمش تفعيل او ما تمش تطبيق التنفيذ اللي اعلنات عليه المحكمه. عاود لنا المشكل ديالك. السلام عليكم اختي، انا كنشكرك وكنشكر هذا المنبر من مدينه الرباط شارع الحسن الثاني. واليوم انا توجهت لمدينه الرباط، انا الاسم ديالي الركشي ادريس بن محمد بن خليفه، الساكن في دوار ولاد موسى قياده البحيره الدائره سيدي بوعثمان عماله الرحامنه. اليوم انا توجهت الى السيد الوزير الداخليه بطلب بالانصاف، والجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإيده أمير المؤمنين وأمير الفقراء بالإنصاف من أجل الظلم والحقرة، لأن لحقتني ولحقت ما الورثة اللي هما معايا، من أجل القيادات البحيرة التابعة لعملة الرحمة للدائرة سيدي بوعثمان. أنا عندي قرار صادر من وزارة الداخلية بأمر من السيد الوزير الداخلية بنهار 31/12/2012، لحد الان هذا القرار هو موقوف على التنفيذ من اجل السلطات المحليه اللي ما بغاتش تنفذ هذا القرار. علاش؟ ان هي كتساند الظلم، ما كتساندش الحق والقانون. ان هذه السلطه القائد بدون ذكر الاسم من 31/12 ونهار 28/1/2012 دخل الهورة مسعود بن مؤمن، دخل السيد المذكورين معايا في النزاع في الوثائق بالمباني العشوائية، تقدمت لي بتوقيف هذه المباني العشوائية. إن السيد المعني بالأمر ما عندوش السند القانوني، والسيد القائد والخليفة خلاه قام بالمباني العشوائية. نهار اللي صدر هذا القرار طالبتهم أنا بالتنفيذ هذا القرار، قالوا لي بأنه نفذوا لك الأرض الخاوية وتخلى على هذيك المباني العشوائية. اليوم انا كنوجه هذا النداء ديالي للجلالة الملك والسيد الوزير الداخليه بالانصاف. هذا القرار صادر من 2012 ولحد الان باقي بدون تنفيذ. ان هاد الناس بهدلوني وما عطاونيش القيمه، وهاد السلطات المحليه القياده ما عطاتش القيمه لهذا القرار اللي هو صادر من عند السيد الوزير الداخليه، اللي هما من المؤسسه اللي هما كينتميو ليها. وبلغت السيد القائد الحالي اللي هو كاين دابا نيا، بلغت على طريق المحكمه 60 يوم. هذه السيد القائد ما جاوبنيش، ما نفذش لي الحكم ديال القرار ديالي. توجهت للمؤسسات الوسيط المشكوره ان هي واقفه معايا وكتنصفني وكتوجه لي جميع المعطيات كتعطيهم لي مؤسسات الوسيط. انا كنشكرها من هذا المنبر. لحد الان باقي ما جاوبوهاش، كلهم كيكذبوا عليها وكيردوا لها الجواب دون حقيقه. واليوم كيفاش اسمح لي قطعتك، كيفاش يعني شكون اللي تفاعل معك في الشكايه ديالك باش بديتي حقد التفعيل؟ انه بالاولى تفاعلت معايا وزاره الداخليه المشكوره، وتفاعل معايا القرار المجلس الوصايه المشكورين، ان خرجت عندي اللجنه المشكوره من المجلس الوصايه تلعين المكان، ولغات القرار الجامعه النيابيه وحكمت لنا بالحقنا نصفتنا. انا كنشكر الناس ديال مجلس الوصايه وكنشكر الناس ديال الوزاره الداخليه، ولكن المشكل اللي عندي انايا وهو في العماله وقيادات البحر والسلطات المحليه القيادات البحر. عندي المشكل انا في القياده والعمالات ارحامنا ما نصفونيش. السلطات المحليه كنتكلموا على القائد الباشر. اي هي اللي هو المشكل اللي عندي هو القائد ورئيس الدائره. كتقدم عدد من الشكايات. انا يامس من اللي بغيت نتوجه هنا لمدينه الرباط حسبت الطلبات ديالي اللي هنا اللي هما تقدمت بهم للسيد العامل 16 شكايه اللي هي عندي وبدون انصاف. اليوم انا تقهرت وعييت، واليوم هاد الناس كيطلبوا مني باش انا نتخلى على هاد المباني العشوائيه اللي هما خلاوها. واليوم انا كنطالب من السيد الوزير الداخليه والسيد العامل بانهم يطلبوا هاد القائد يجيب لهم السند القانوني ديالهم من عدد يجيب السند القانوني ديال هاد الناس باش داخلين ليا لهاد الارض وصادرين عليهم احكام.
الاول المذكور في النزاع في 2013 ما عنده حتى شي سند قانوني، الثاني نفس المشكل صادرين عليه احكام وصدر عليه قرار مخالفه المباني العشوائيه من السيد العامي من السيد رئيس الجامعه المشكور السابق. واليوم انا كنطالب حقي، انا كنطالب حقي، هذا الشيء اللي عندي وجميع الوثيقه ما عندي، واليوم انا كنطالب بتنفيذ هذا القرار هذا، انا ما عندي حتى شي حاجه. واليوم السيد القائد راه كيكذب عليا، راه كيكذب عليا، في شهر 6 قال لي نفذت لك الحكم ديالك، واليوم اجي عيط على النواب اراضي الجمهور وراني نفذت لك الحكم ديالك، اجي خذ الحكم القرار ديالك. وملي توجهت عنده من وراء من وراء العيد الاضحى ما كاين حتى شي حاجه، وجه لي السيد الخليفه ولا قدمه توجه لي تيقول لي راه ما كاين لا تنفيذ لا والي، وعندي ما يفيد بانه قال معايا هذه الهضره، انا اتصلت به هاتفيا من اجل هذا تنفيذ القرار وقال لي راه نفذت لك القرار ديالك اجي خذه. ملي مشيت لعنده ما كاين حتى شي حاجه، لحد اليوم انا باقي كنطلع وكنهبط ما كاين حتى شي حاجه. وعاش رسالتي انا هي كنوجهها للسيد الوزير الداخليه والجلالة الملك ينصفونا من هذا الظلم، انا الظلم عندي هو في القياده، حتى واحد ما ظلمني، حتى واحد ما لحق قال عليا حتى شي حاجه، الحق ديالي قال عليا القياده اللي قال عليا الحق ديالي صافي، هذا الشيء اللي عندي. رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره هي كنوجه طالب الانصاف، كنطالب بالانصاف وكنشكر اذاعه شوف تي في، كنشكر اذاعه شوف تي في اللي كتعطي للغايب الحق ديالو وكتعطي للحاضر الحق ديالو وكتبلغ الرساله ديالنا للناس المسؤولين اللي باش ينصفونا. هادشي اللي كاين وجميع الوثيقه وما عندي اللي بغى شي وثيقه انا نعطيه الوثيقه ديالي كامل. الحكم التنفيذ راه عندك تما ولكن ما تفعلش؟ الحكم التنفيذ كاين عندي ولكن القياده ما فعلتوش، علاش ما فعلتوش؟ انت كتحمي المباني العشوائيه، كتساندهم في المباني العشوائيه وكتساند في الظلم، ما بغاش تنصفني القياده، هذا هو. طبعا من خلال هذا البث المباشر كنتمنوا ان رسالتك توصل. قلت لي القياده فين كاينه؟ القيادات البحيره. القيادات البحيره، الجامعات ولادي ملون، الدائره سيدي بوعثمان، عملات الرحامنة، الاسم ديالي انا الركشي ادريس بن محمد بن خليفه، الساكن في دوار ولاد موسى، تابع لقيادات البحيره، الجامعات ولادي ملون، عملات الرحامنة. الرقم الهاتف ديالي هو 06 60 36 92 77. لان مشاهدي قناه شفت اللي كانت هذه صرخه اب اللي كيطالب بالانصاف ديالو من بعد ما صفاتو الوزاره الداخليه والمحكمه، كيقول بقى عنده اشكال فقط مع السلطات المحليه التابعين للدائره او التابعين للمنطقه اللي كيسكن فيها، نتمنوا على انه يتم التفاعل مع طلب من 2012 وانا كنجري على هذا الشيء ما عطاونيش الحق ديالي.